بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ محاضرة اليوم، المحاضرة رقم 4 في برنامج إكسل. أولا أنا بعتذر على الأسبوع اللي إحنا مدنهوش، بس الظروف برضو خارج عن إرادتي. بإذن الله إن شاء الله النهاردة نعوض الناس عن الأسبوع اللي ما خدناهوش إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله لو الوقت أسعفنا وأخدنا المحاضرة كلها بالكامل. أول حاجة هنعيد على العشر معادلات اللي إحنا خدناهم، اللي هم الصم والأفريج والماكس والمين واللارج والسمول والكاونت والكاونتي والكاونت بلانك والراوند. الجديد عندي بقى اللي انا هاخده بعد الراوند اف العادية واف المركبة الصم اف والكاونت اف والفي لوك اب والاتش لوك اب والليفت والرايت والدي والمانس والير والتكست. بس ركز معايا كويس في المعادلات دي، والميد اللي هو الميدل والمود والراوند اب والراوند داون. دي المعادلات اللي المفروض نشرحهم ان شاء الله في محاضرة اليوم. تمام ناس، ركز معايا وان شاء الله هنقدر نخلص المحاضرات دي المعادلات. الناس شايفة الصورة ظاهرة معاها ولا لأ؟ تمام. كنا شرحنا المحاضرة اللي فاتت شروط كتابة المعادلة. تمام. أولا قبل أي معادلة بكتبها لازم أعمل يساوي، ما ينفعش أكتب معادلة من غير اليساوي. تمام. بعد كده إن أنا أكتب الصيغة الصحيحة للمعادلة، يعني دي كلها معادلات، ما يجيش عند الصم مثلا اكتب اس يو واسكت، طب الام راح فين؟ فلازم اكتب الصيغة كاملة للمعادلة، ولازم الصيغة عندي تكون صحيحة.
أراعي شروط المعادلة، كل معادلة من المعادلات دي ليها شرط، فلازم أراعي شرط المعادلة. مثلا أكون بعمل معادلة الصم وأروح أكتب شرط الكاونت بلانك، ده ما ينفعش. طيب الأقواس، وممنوع أستخدم مسافات. طبعا بعد ما بعمل اللي يساوي وأروح أكتب صم، لازم أفتح قوس عشان أبدأ بقى أكتب شرط المعادلة. بعد ما أخلص اللي أنا عايزه بروح أقفل القوس في الآخر. طيب المسافات اللي هو مثلا كاونت بلانك، ما عملش مسافة ما بين الكاونت وما بين الكلمة اللي بعدها اللي هي بلانك، مبقتش معادلة، مش بستعمل فواصل في المعادلات. كاونت بلانك يبقى الاتنين مربوطين ببعض اهي. تمام. كل الحاجات التانية دي هتظهر معانا في شرح المعادلات. حلو خالص. قبل ما ابتدي اكتب واعمل اي حاجة، لازم اتأكد من اتجاه الورقة نفسها، اتجاه الشيت اللي بكتب منه، اتجاه الشيت من ناحية اليسار لناحية اليمين. انا عايز اخليه من ناحية اليمين لناحية اليسار. بروح على بيج لي اوت وبختار حاجة اسمها شيت رايت تو ليفت، يعني انا عايز اخلي الشيت من اليمين لليسار. فكده راح الشيت معايا اتجاهه بيجي من اليمين لليسار. الاقي الصف نفسه من فوق، حرف الاي بدل ما كان من ناحية اليسار بيجي من ناحية اليمين. هبتدي بقى اكتب اللي انا عايزه. مثلا حددت دول كده اهو، ورحت عملت لهم ميرج، وكتبت في النص شرح للمعادلات. هنا مثلا المسلسل، هنا الاسم، المادة، الاسم والمادة. حلو كده. ايه تاني ممكن نكتبه؟ الاسم والمادة، التقدير، او مثلا نسبة، النتيجة. وهنا اروح اكتب مثلا التقدير. اروح احدد دول مثلا، احطهم داخل تيبل. قلنا من البولدر اروح احطهم داخل حدود سميكة. بس ابتدي اظبط الجدول زي ما انا عايز، ابتدي اظبط فيها اهو. تمام، اعمل له تظليل خفيف كده عليه. دول برضو اكبرهم. تظليل خفيف عليهم. بس اجي في نهاية كل عمود ابتدي ازود شوية علشان الاسم نفسه متداخل. في النهاية كده من فوق اروح اروح اسحب علشان الكلمة تظهر معايا بالكامل. حلو خالص. المسلسل ادي واحد وتحته اتنين. قلنا بعد كده عشان يكملوا تلقائي بحدد له اول رقمين. انا عايز كل مرة يمشي لي واحد واحد، فحددت اول اتنين، بعد كده هسحب لتحت اهو. مثلا الاسم الاولاني
محمد أحمد. اسم التاني مؤمن. في مشكلة عندي، المسلسل والاسم والمادة والنجاح. يا الله، ماشي. النتيجة والتقدير. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور محمد. دكتور محمد، تمام. خلينا نلغي ده خلاص. مؤمن عبد الرؤوف. ناس تشتغل معايا. مصطفى أحمد. مروة محمود. مريم أحمد. طيب، هو في مشكلة في شيت الإكسل، أنا أقفله وأفتح واحد تاني.
تمام، الناس معايا، انا ابتديت اكتب اهو. تمام، هعمل جدول هنشتغل عليه على كل المعادلات اللي جايه. الناس تعمل معايا، انا في جداول عندي بس انا مرش اشتغل عليها. قلنا نشتغل من الاول مع الناس اهو. تمام، لحد الان بظبط الماده مثلا. تمام، حد هنا الناس معايا. تمام كده، انا خلصت الجدول بتاعي. ابتدي اشتغل بقى ايه المعادلات بتاعتي. اعمل له ميرج هنا واكتب شرح المعادلات. انا بحاول اظبطه علشان بعد كده مع لما نيجي نخلص ابعت الملف ده للناس. حلو خالص، أصلا قبل النجاح اللي هو المجموع، بعد كده النجاح، بعد كده هنا التقدير. هنا معاهم خبر، خلينا ماشيين واحدة واحدة مع بعض. طب المجموع مثلا هنا 90، 85، 70، 75، 65، 55، 45، 45، 50، 50، 60، 95. طيب أول حاجة عندي اللي هو دالة المجموع اللي هي الصم. قلنا قبل ما بكتب أي معادلة لازم اللي يساوي بعد كده صم. صم اللي هو المجموع، أنا عايز أجمع مجموعة أرقام عندي. أروح أفتح قوس، قال لي هنا تحت في شرط الدالة نمبر 1 نمبر 2. نكمل زي ما قلنا صم، انا عايز اعمل مجموع، عايز اجمع مجموعة ارقام. بعد ما كتبت الدالة اروح احدد الخلايا اللي فيها الارقام دي واروح اقفل القوس واروح ادوس انتر. فكده انا جمعت مجموعة الارقام اللي عندي دي. طيب طب انا عايز اجيب المتوسط بتاعة الارقام. المتوسط قلنا دايما بيكون مجموع الارقام على عددهم، المجموع على عددهم. انا عايز اعمله بدال هنا. يساوي average، افتح قوس واروح احدد الارقام اللي عايز اجيب المتوسط بتاعها واروح اقفل القوس وادوس انتر. اداني المتوسط، جمع لي الارقام دي على عددهم. طيب القيمة العظمى اللي هو الماكس، القيمة العظمى اللي هو الماكس بيديني أكبر قيمة موجودة عندي في الأرقام دي. أكبر قيمة، أكبر قيمة عندي كام؟ 95. أجيبها إزاي بالدالة؟ يساوي
ماكس، افتح القوس واروح احدد مجموعة الارقام اللي عندي، واروح اقفل القوس وادوس انتر، اداني اكبر قيمة عندي كام؟ 95. اصغر قيمة عندي 45. اجيبها ازاي؟ برضو عن طريق دالة اسمها دالة المين، القيمة الصغرى مين. يساوي مين، افتح قوس واروح احدد مجموعة الارقام اللي انا عايز اعمل لها، اجيب منها القيمة الصغرى واروح اقفل القوس وادوس انتر. ماله الصوت يا هندسة؟ الصوت مش واصل للناس؟ صوت واصل للناس كويس ولا لا؟ الصوت تمام كده يا باشمهندس. تمام يا هندسة. بعد كده في حاجة اسمها تاني أكبر قيمة. لحد الآن احنا ما خدناش حاجة جديدة. تاني أكبر قيمة بستخدم فيها دالة اسمها دالة اللارج. اللارج بقى بس دي اول قيمه، اما قيمه عايز ثالث اكبر قيمه، عايز رابع اكبر قيمه، تدهاني داله اللارج. تمام. طيب المين بتديني اول اصغر قيمه عندي اللي هي كام؟ 45. طب لو عايز اجيب تاني اصغر قيمه، ثالث اصغر قيمه، رابع اصغر قيمه، من داله اسمها داله السمول. طيب قلنا يساوي لارج، تمام. اروح افتح القوس واروح احدد مجموعة الارقام اللي عايز اجيب منيها تاني اكبر قيمة، واروح اقفل القوس وادوس انتر. اول ما دوست انتر عمل ايه؟ بيقول لي you have entered to few rumen، معناه ان في الدالة نفسها، شرط الدالة نفسه في حاجة ناقصة. طيب من فين هيعرف هو ان انا عايز ثاني اكبر قيمة؟ مش لازم اعمل الفصلة واروح اكتب له مثلا 2، بكتب له هنا الرقم اللي انا عايزه. لو عايز ثاني اكبر قيمة اكتب 2، ثالث اكبر قيمة 3، رابع اكبر قيمة 4، وهكذا. دوست انتر يساوي لارج، افتح قوس، حدد الاري اللي عندي، فاصلة واتنين، واقفل القوس وادوس انتر. تاني اكبر قيمة كام بعد 95؟ هي 90. طيب اصغر قيمة يساوي سمول، وافتح القوس واروح احدد الخلايا اللي عندي والفاصلة. اغلب الناس مش هتكون فاصلة، هتكون فاصلة منقوطة. 2013 و2010 تقريبا هتلاقيها فاصلة منقوطة، وساعات 2016 فاصلة منقوطة. أتأكد من فين؟ هتأكد من شرط الدالة من تحت، إما الفاصلة من حرف الواو، إما الفاصلة المنقوطة من حرف الكاف. وأروح أكتب له 2 وأروح أقفل القوس وإداني اللي أنا عايزه. طيب طيب لو عايز مثلا أي دالة فيها كاونت فهي خاصة بالعد. عند الكاونت، والكاونت ايه والكاونت بلانك، ايه الفرق ما بين التلاتة؟ هنعرف الفرق ما بين التلاتة دلوقتي.
الكاونت عد الأرقام، عد الخلايا التي تحتوي على أرقام، اللي هي إيه؟ الكاونت. طب عد عدد الخلايا التي تحتوي على أرقام ونصوص، دي اللي هي كاونت إيه؟ طيب عدد الخلايا الفارغة فهي كاونت بلانك، وناخد بعد كده دالة اسمها الراوند اللي هي دالة التقريب الراوند. طيب طب انا لو مثلا كمثال هنا عدد الخلايا التي تحتوي على ارقام، دوست يساوي، يعني هيعدل لي الخلايا اللي فيها ارقام بس، يساوي كاونت، افتح القوس ورحت حددت مثلا الجزء الاولاني ده كام خلية عندي هنا فيها أرقام، أدي هنا 10 وهنا 10 كده 20، وراح أقفل القوس ودوس إنتر، قال لي كام؟ 20. طيب أنا عايز يعد لي الخلايا التي تحتوي على أرقام ونصوص الاتنين مع بعض، يبقى كاونت إيه؟ أفتح القوس وأروح أحدد، يبقى كام خلية بتحتوي على أرقام ونصوص؟ أدي 10، 20، 30، 40. واروح اقفل القوس ودوس انتر. طيب الخلايا الفارغة، انا عندي كام خلية فارغة فاضية؟ كاونت بلانك اهو، افتح القوس، لو جيت حددت دول ادي هنا في كام خلية فارغة؟ 10، واروح اقفل القوس ودوس انتر، فاداني 10 خلايا فارغة. التقريب، كمثال عندي رقم زي ده، عندي رقم زي ده حلو كده، وعايز اعمل له تقريب، اعمل يساوي راوند، عايز اقرب لاقرب رقم عشري واحد. تمام، اروح احد اول حاجة بعملها بحدد الرقم واروح اعمل فاصلة، وبعد كده النمبر ديجيت، يعني معناها ان انا عايز اقربه لاقرب رقم عشري واحد ولا اقرب رقمين ولا الاقرب تلاتة، اقول له عايز اقربه الاقرب مثلا 3 ارقام او رقمين عشريين، واروح اقفل القوس وادوس انتر، ايه اللي حصل؟ خلالي فيه رقمين بعد العلامة العشرية. ناس تركز معايا، ناخد 2 جداد برضو بس مفهومش اي حاجة، يعتبر يعني سهلين. هاخد الراوند داون والراوند اب، ونعرف يعني ايه الراوند داون ويعني ايه الراوند اب. تمام، الراوند
الراوند اب والراوند داون. الراوند اب بيقرب لي لأكبر رقم عشري. طيب الراوند داون بيقرب لي لأصغر رقم عشري. تعال نجرب كده. هنا معناها 1254 لو عايز اقربها لأقرب أكبر رقم عشري أعمل يساوي راوند أب وأفتح القوس وأحدد الرقم، أكتب له 1 مثلا وأدوس إنتر، قربهولي لأقرب أكبر رقم عشري. الخمسة نفسها، الخمسة بتدي للتلاتة 1، فده خليها لي 4 من 10. طب لأ أنا مش عايزه كده، أنا قلت راوند أب، أفتح القوس وأحددها وأقول له الأقرب 3 أرقام وأقفل القوس وأدوس إنتر، فالخمسة بتدي للتلاتة 1 أو التمانية هتدي للخمسة 1 تبقى 6، فأنا قربته كده لأكبر رقمين عشريين. طب أنا عايز أقربه لأكبر رقمين أو لأصغر رقمين عشريين، راوند داون أفتح القوس وأحدد وأدوس 2 وأقفل القوس، فقال لي كام؟ 35. يبقى الراوند عموما خاصة بإيه؟ بالتقريب. الراوند عموما خاصة بالتقريب، فهو الراوند العادية من غير أب ولا داون بيقرب لي لأقرب مثلا رقم عشري، لأقرب رقمين، لأقرب 3، على حسب اللي بعد العلامة. طيب الراوند أب بيقرب لي لأقرب أكبر رقم عشري، داون بيقربه لي لأصغر رقم عشري. طبعا الناس عارفة في التقريب من بداية من 5 وطالع، 5 و6 و7 بتدي للرقم اللي قبلها 1، يعني مثلا 5 تبقى هتدي للتلاتة هتبقى 4 من 10، 8 هتدي للخمسة 1 هتبقى كام؟ 6 من 10، 7 هتدي للتمانية تبقى 9 من 10، وهكذا. فأنا هنا هقربها لأكبر رقم عشري وهنا هقربها لأصغر رقم عشري. تمام، هنقول مثلا الخلية دي كنترول اكس هنا كنترول في، تمام. يبقى الراوند تقريب لأقرب على حسب ما أنا بحدد، يعني الأقرب رقم عشري 1 والأقرب رقمين والأقرب 3 والأقرب 4 وهكذا. الراوند أب بيقرب لي الأكبر رقم عشري، الراوند داون بيقرب لي الأصغر رقم عشري. تمام خالص. طيب عندي 3 دول تانيين سهلين مفهومش اي مشكلة، تلاقوا اغلب الدوال نفسها مش محتاجة جهد ولا تعب، يعني اغلب الدوال سهلة على فكرة وبسيطة، بس محتاجين اللي يدينا بس خط البداية على الدالة وبعد كده بنكمل احنا يعني. تمام، دالة الدي
ودالة المانس ودالة الير، اليوم والشهر والسنة. أعملها إزاي دي؟ اليوم والشهر والسنة. اليوم والشهر والسنة. حلو خالص. هنا مثلا عندي، هنا عندي التاريخ 1 او مثلا 12/2/2021. حلو كده. طيب انا عارف ان هنا اليوم كام؟ 12، والشهر شهر 2، والسنة 2021. عايز اطلعها عن طريق دوال، اعمل يساوي دي، افتح القوس واروح احدد الخلايا اللي فيها التاريخ واقفل القوس وادوس انتر. قال لي اليوم هنا 2، هنا التاريخ بيعكس. طيب لو قلنا مثلا يساوي المانس الشهر، افتح القوس واروح احدد واقفل القوس، قال لي ايه؟ شهر كام؟ 12. طب السنة يساوي الير، افتح القوس واروح احدد الخلايا اللي فيها التاريخ واقفل القوس، قال لي 2021. طيب هعملها بطريقة تاني. انا مثلا 16، قلت يساوي. المشكلة أنا في الإكسل إن الرقم الأول اللي عندي ده الشهر، التاني اللي هو اليوم، والتالت اللي هو السنة. قلت يساوي دي وأفتح القوس، أنا عايز أعرف اليوم. هو خلاص أنا عارف، بس ممكن أستعملها عن طريق دالة اسمها دالة الدي. حلو كده. بعد كده أروح أحدد التاريخ وأقفل القوس، فقال لي كام؟ قال لي اليوم 16. طيب الشهر يساوي مانس، افتح القوس واروح احدد الخلايا اللي فيها التاريخ واقفل القوس وادوس انتر، قال لي الشهر شهر 2. طب السنة يساوي يير، وافتح القوس واحدد التاريخ واقفل القوس وادوس انتر، قال لي سنة 2021. في دالة عندي اسمها دالة التكست. حد الآن في صعوبة في الدوال؟ تمام، هاخد الدالة دي وبعد كده ناخد بريك للصلاة. دالة اسمها دالة التكست، ليها كذا استعمال، بس انا اللي يهمني فيها ايه؟ حاجة دلوقتي مثلا، جيت كتبت هنا مثلا 1. انا هنا عايز اعرف ايه؟ انا عايز اعرف 1 فبراير ده كان يوم ايه؟ كان يوم ايه؟ فاعمل يساوي، اعمل يساوي تكست واروح افتح القوس واروح احدد
القيمة أو الخلية اللي موجودة فيها. بعد كده بيقول لي إيه فورمات تكست، خليها صفر مثلا. شوف طالع إيه معايا، عندي مشكلة هنا. الشيت ده انا بجهزه بحيث ان هو يكون فيه كل المعادلات واستخدام المعادلات اللي احنا هناخدها. تمام، تكست. بعد كده بحدد الخلية اللي انا عايز اعرف فيها اليوم. تمام، بعد كده فورمات تكست اللي هو النص نفسه، لحظات في مشكلة في الدالة ده عندي. طيب نسيب الدالة دي ونرجع لها تاني، هنسيب الدالة دي ونرجع لها تاني. معلش، طيب خلاص، عشان برضو هي محتاجة، يعني هي مش محتاجة وقت، بس هنسيبها دلوقتي. معرفش انا المشكلة فين عندي هنا، مش عايز تعمل معايا. فهناخد بريك بس ربع ساعة كده للصلاة، ونرجع نكمل تاني الدوال اللي معانا. طيب قبل ما اكمل، في حد عنده اي سؤال بخصوص اللي فات؟ احنا يعتبر ما خدناش جديد غير الراوند اب والداون والدي والمانس والير. الدي احنا قلنا ازاي نطلع منه اليوم، والمانس اللي هو الشهر، والير اللي هو السنة، والراوند اب قلنا اقرب لاكبر رقم 20، اما الداون بقرب لاصغر رقم 10. تمام. طيب بالنسبة للتكست قلنا يساوي تكست، وروح افتح القوس وحدد التاريخ اللي عندي. تمام، بعد ما حدد التاريخ اللي عندي فاصلة، اللي جاي دي بقى ثابتة، اروح احط 3 دي داخل علامتين تنصيص واقفل القوس وادوس انتر. قال لي الماندي معناه ان 1 فبراير 2021 كان يوم 2. الناس لو تبص في النتيجة تلاقيها فعلا انها كان يوم الاثنين. يبقى عملتها ازاي؟ قلت يساوي ده اللي التكست. لو عايز اعمل ايه؟ لو عايز اعرف اليوم نفسه اللي انا اليوم نفسه بتاع التاريخ كان يوم ايه، يوم ايه في الاسبوع، اعمل يساوي تكست، افتح القوس واروح احدد التاريخ واعمل فاصلة. الفورمات تكست اللي جاي دي ثابتة، بحط 3 دي داخل علامتين تنصيص واروح اقفل القوس. قال لي اللي هو يوم مانديل اللي هو يوم الاثنين، ده اللي هي عرفت اليوم. أصغر رقم 20، معرفة السنة، معرفة يوم الأسبوع الخاص بالتاريخ. تمام، اللفت حلو. الليفت والرايت والميدل 3-1. دلوقتي اسم محمد احمد، محمد ناحية اليمين، طب احمد ناحية اليسار. انا لو قلت يساوي ليفت
يساوي ليفت، وافتح القوس، بيقول لي تكست حددت النص كده فاصلة، قال لي انت عايز من ناحية اليسار، بيقول لي نمبر شرط، معناه انت عايز كام حرف من ناحية اليسار او كام رقم من ناحية اليسار، هقول له عايز 3. واروح اقفل القوس وادوس، قال لي كلمة ايه؟ محمد. هو محمد بالنسبة له هنا من ناحية اليسار، تمام؟ اهو محمد من ناحية اليسار. طب لو جيت جربتها مثلا على اسم بالانجليزي زي محمد احمد، ورحت خليتهم خلية واحدة، ورحت دوست يساوي ليفت، هتوضح معانا اكتر دلوقتي في الاسم باللغة الانجليزية. رحت حددت النص وعملت وصلة، هقول له انا عايز من ناحية اليسار اللي هو اسم محمد عايز 5 حروف او 5 ارقام، دوست 5، رحت دوست انتر، اداني الام كده اول حرف، الاو تاني حرف، الاتش تالت حرف، الاي رابع حرف، والام خامس حرف. ده لو عندي اسم، هي بتوضح اكتر على اسمها باللغة الانجليزية، احمد محمد اهو مثلا. قلت يساوي ليفت، افتح القوس، راح احدد النص، وراح اقول له مثلا 7، اقفل القوس، فاداني ال7 حروف بتوع محمد. محمد احمد، ورحت هنا عملت يساوي ليفت زي ما قلنا، وافتح القوس، اروح احدد النص، اقول له انا عايزك تظهر لي مثلا 4 حروف من ناحية اليسار، محمد ناحية اليسار، دوست انتر، فظهر لي الام او اتش اي. السبيس بتتحسب حرف، يعني مثلا ادي 1 2 3 4 5 6 7، السبيس كده 8، والايه كده 9، السبيس بتتحسب حرف. طيب لو دوست يساوي رايت بقى، المرة دي هحسب لي من ناحية اليمين، عايز له كام حرف من ناحية اليمين، عايز مثلا 6، عايز 7، ودوست انتر، فقال لي ايه احمد، والسبيس حسبه لي حرف، وبعد كده قال لي حرف الدي. طيب الميد المنتصف، نفس الحكاية بس المرة دي من المنتصف اهو، بحدد النص، فبيقول لي انت عايز تبدأ من فين، هو بيقبل بالعربي، هو بيقبل بالعربي مفيش اي مشكلة، تمام، بس هيوضح اكتر معانا بالانجليزي، تمام، في كلا الحالتين هيعمل معايا، فالناس تجربها برضو، تمام. هقول له والله انا عايز يبدأ الميدل من الحرف رقم 3 وينتهي عند الحرف رقم 7، دوست انتر، فايه اللي حصل؟ بدأ من حرف رقم 3 اللي هو الاتش، الميدل دي بيبدأها لي على فكرة من ناحية اليسار، فهو بدأ من حرف الاتش كده، 1 2 3 4 5 6 7، حرف الايه 7، يبقى يساوي ام اي دي، افتح القوس واروح احدد النص، تمام، بيقول لي ستارت نمبر، انا عايز ابدأ من الرقم رقم مثلا 4، اعمل فاصلة، ما انساش الفصلات. طيب النمبر شرط، انا عايزك توقف لي مثلا عند الرقم او الحرف رقم 8، واروح اقفل القوس وادي عمل لي اللي انا عايزه.
لو دوست يساوي مود، ايه هي المود دي اصلا؟ ايه هي المود؟ المود دي استخراج الرقم الصحيح من باقي القسمة، الرقم الصحيح من باقي القسمة. معناه ايه؟ مثلا عندي ادي 3 وهنا 7 عندي 3 مثلا 7 4 قلت يساوي مثلا اهو 3 و7 و4 ما ينفعش ادمج لي التلاتة دول، انا هدمج دي اهو، ادي 3 وادي 7 وادي 4، رحت دوست يساوي مود. احنا قلنا بيستخرج لي الرقم الصحيح من باقي القسمة، بحدد له الرقم نفسه وبقول له انا عايز اقسم الرقم على كام، ديفيوزر هقول له عايز اقسمه على 3 وروح اقفل القوس. 3 على 3 فيها كام؟ فيها 1، يبقى كام باقي القسمة؟ 0، مفيش باقي قسمة. طب لو جيت زي ما انا كده وطبقت الدالة على الباقي، هنا 7 على 3 فيها كام؟ فيها 3 وكسور، فكده انا عندي 3 تمام، يبقى باقي القسمة كام؟ 1. 4 على 3 نفس الحكاية، فهو المود بيستخرج لي باقي القسمة من الأرقام دي. 3 على 3 فيها 0، باقي القسمة ما فيش 0. طيب 7 على 3، 7 على 3 فيها نجربها مثلا، دي 7 على 3 فيها تقريبا 2 وشوية، خلينا نحسبها برضو مع بعض اهو عشان برضو ايه نبقى ايه. 7 على 3 فيها 2 33، 2 33 يبقى هو فاضل كام من 3؟ فاضل يعتبر 1، لأن الأرقام العشرية بتتحسب 1 أهو. طب لو جينا مثلا الأربعة، تمام الأربعة قلنا 4 على 3 يساوي كام؟ 1 33، يبقى باقي القسمة كام؟ 1، باقي القسمة 1 بالظبط. فهو هنا بيجيب لي باقي القسمة، بيجيب لي باقي القسمة، تمام باقي القسمة. تمام، في أي مشكلة لحد الآن بالنسبة للناس هنا؟ فيهم أي مشكلة الدوال دي كلها؟ تمام، تمام، ماشي. هندسة باقي القسمة دي لو يعني بتتاخد في ومعاك حد في ابتدائي او اعدادي او ثانوي بياخدوها ايه يعني، ملهاش افاده على فكره، ملهاش استفاده اصلا يعني، انا مش هستعملها في حاجه، بس افادتها مثلا
يعني خلينا هنا مثلا عندي 3، 3 على 3 فيها كام؟ فيها واحد، فيها الواحد اداني رقم صحيح، اداني رقم صحيح. يعني ادي 3 مثلا، عندي خلينا نجرب هنا 7، هنا 9، هنا 8، رحت قلت يساوي مود، وروح افتح القوس واقول له ادي الرقم 3 وعلامة، اقول له عايز اقسمها على، عايز اقسم الخلية دي على 3. 3 على 3 فيها كام؟ فيها واحد، الواحد ده مفيش رقم مع عشري، يعني مفيش رقم عشري مع الواحد، هو واحد صحيح، رقم صحيح، يبقى باقي القسمة كام؟ صفر. طيب لو جينا مثلا بصينا على الخارج العملية الحسابية بالظبط، جينا مثلا قلنا 7 على 3، 7 على 3، 7 على 3 فيها كام؟ فيها 2 و33 من 100، 33 من 100 دي أقرب لواحد، تمام؟ يبقى الرقم الصحيح من باقي القسمة كام عندي؟ واحد. طيب 9 على 3 فيها الكام؟ أهي 9، 9 على 3 فيها 3، 9 على 3 فيها 3، 3 رقم صحيح، 3 رقم صحيح، فأي رقم صحيح عندي خلاص ما فيهوش علامة عشرية، فيبقى كده صفر. طيب لو دست مثلا قلت 8 على 3 فيها 2، 66، 33 من 100 بيديني 1، اللي هو لو عايز استخرج الرقم الصحيح من باقي القسمة، 33 من 100 كأنها 1، 66 من 100 2، 99 من 100 3، وهكذا. فهو دي خاصة بالرقم، الأرقام العشرية اللي بعد العلامة، الأرقام اللي بعد العلامة. لكن طالما مديني رقم صحيح، طالما مديني رقم صحيح، فأنا ما عنديش خارج من باقي القسمة، فأنا ما عنديش باقي قسمة طالما مديني رقم صحيح، تمام. لكن طالما هو مش مديني رقم صحيح، يعني مثلا 7 على 3 الناتج مش رقم صحيح، 2 33، عند الاتنين رقم صحيح، طب باقي كام من الاتنين علشان يوصل للتلاتة خارج القسمة اللي انا قسمت عليها؟ باقي كام؟ باقي 1 الدهون. طيب قلت مثلا 8 على 3 داني 2، بس مفروض باقي على خارج القسمة كام؟ مفروض باقي 1، بس ليه خليها لي هنا 2؟ لأن بعد العلامة العشرية في 66 من 100، يبقى خارج القسمة كام؟ 2. طب لو 33% يبقى خارج القسمة 1. لو أي حد عنده أي توضيح تاني بخصوص الرقم، استخراج الرقم الصحيح من باقي القسمة، يتفضل يقول. ده التوضيح اللي أنا عرفت أوصله لحد الآن. أي حد عنده أي توضيح تاني ياريت يقول. مهندس محمود حضرتك كنت رافع ايدك، اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام هندسه. مهندس محمد المحترم، طمنا عليك وسلامي للجميع، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير هندسه حبيبي. رجعنا بنتكلم من الامارات تاني، اخبارك ايه؟ طمنا عليك جميع، اخباركم ايه؟ استاذنك مش واضح قوي ان انا اقول 33% بتساوي 1 و66% بتساوي 2، ولما يكون عندي 6 من 10 يبقى بتساوي كام، وسبعة من عشرة تبقى بتساوي، يعني ايه المقصود ان 33% خليها 1 و66% خليها 2 تمام. هو انا مش لاقي ليها توضيح اكتر من انا وضحت. وانا زيك يعني، هل في مثال في الحياة او حاجة تطبيقية ان انا يعني ايه هو يعني
هو يعني ممكن حضرتك اجبت ان هو ده التفسير الحالي للوضع، انما هي حته 33% اعتبرها واحد و66% اعتبرها اثنين يعني هي واضحه جدا في موضوع 9 على 3 فيها 3 يبقى فعلا الناتج صفر، 6 على 3 فيها 2 يبقى الناتج صفر، انما في القصور مش واضحه قوي يعني. تمام، خلينا ماشيين واحدة واحدة مع بعض. تمام، شكرا لك يا باشمهندس وربنا يوفقك وشكرا للجميع. يا رب. تمام، قلت يساوي موت، افتح القوس، حددت القوس دي وقلت مثلا انا عايز اقسمها على 3، فاداني ناتج القسمة كام؟ صفر. معنى كده ايه؟ معنى كده باشمهندس احمد سمير، اتفضل يا هندسه، اتفضل وضحها لنا. حضرتك ممكن تفتح المايك وتشرح. ايوه مع حضرتك يا هندسه. اتفضل يا هندسه. هي لما يكون مثلا بقسم 8 على 3 هتطلع ب2 وشويه، صح كده؟ هتطلع ب2.66، تمام، تمام كده؟ باخد بقى الرقم الصحيح اضربه في الرقم اللي انا قسمت عليه، يعني هضرب 2 في 3 هيديني 6، لما اطرحه من ال8 اللي هو الرقم الاصلي هيبقى الفرق 2. تمام يا هندسة، وصلت، وضحت كده؟ وضحت الحمد لله. تمام ماشي يا هندسه. أشكرك يا هندسة. لا العفو، شكرا. تمام، وحضرتك برضه هندسة فكرتني بحاجة تاني، يعني برضه يعني بالنسبة لموضوع استخراج الرقم الصحيح، زي ما قلنا 8 على 3 فيها الكام؟ فيها الاتنين 66. حلو، طيب زي ما قال باشمهندس الرقم اللي طلع عندي كام؟ 266 اهو، فاخد الرقم اللي عندي هضربه في 3 هيديني 6، يبقى المتبقي من الـ8 2، فهو ده اللي هو ناتج القسمة كام؟ 2. طيب لو قلت مثلا 7 على 3 تمام، نعملها تاني اهو مع بعض، دي 3 زي ما هي، ادي 0، بس يساوي مود، افتح القوس اروح احدد، وبعد كده اروح اقول ديفيوزر عايز اقسم على كام؟ على 3، وادوس انتر، يبقى 3 على 3 فيها 0، 7 على 3 فيها 2 وكسور. تمام، لما اجي اسحب ادي 7. طيب برضو توضيحا اكتر، انا عندي لو جيت ضربت 3 في 2 هيديني كام؟ هيديني 6، يبقى المتبقى على 7 كام؟ 1. طيب لو جيت مثلا 8، لو جيت ضربت برضو 3 في 2 هيديني 6، يبقى المتبقي على الـ8 2. فانا بحاول اضرب الارقام اللي هي القابله للقسمه، بمعنى انا لو دست لو قلت 3 في 2 هيديني 6، الـ6 على 3 فيها الكام؟ فيها الـ2، فالـ6 هتكون قابله للقسمه على 3 اللي انا قسمت عليها، فبضرب 2 في 3 هيديني 6، يبقى متبقي كام على 8 2. باشمهندس احمد سمير حضرتك اتفضل. اتفضل هندسه. لا بس وانا كنت بحاول اوضح لحضرتك، مش عارف حضرتك توضحت ولا ايه بالظبط. طب هي توضحت للناس ولا لسه برضو؟ هي الفكرة ان انا مثلا لما بقسم رقم على رقم وما بيدينيش رقم صحيح، باخد الرقم الصحيح اللي طلع اللي هو 2 وعلامة 3 3، باخد الرقم الصحيح ال2 ده اضربه في الرقم اللي انا قسمت عليه اللي هو 3، فادينا 2 في 3 كده ب6، لما اطرحه من الرقم الاصلي اللي هو 8 يبقى انا كده اتبقى معايا 2، يعني طلع لي رقم صحيح، ولما اتبقى معايا من القسمة الصحيحة طلع معايا رقمين اللي هو رقم 2. تمام هندسة، وضحت جدا. تمام شكرا. بشكرك يا هندسة. تمام، زي ما قال باشمهندس قلنا مثلا 8 على 3 فيها الكام؟ فيها 2.66، باخد الرقم الصحيح اللي عندي اللي هو الـ2 هضربه في خارج القسمة، أنا قسمت على كام؟ قسمت على 3، فهضرب الـ2 في 3،
اتنين في تلاتة هيديني كام؟ ستة. متبقي كام على التمانية؟ اتنين. فهو خارج القسم عندي هيبقى كام؟ اتنين. بالظبط يا هندسة. تمام. ندخل على الدوال هي محتاجة تركيز شوية بس إن شاء الله تكون الأسهل ومتكونش الأصعب. نشتغل مع بعض أهو. أنا الناس اللي اشتغلت معايا، الناس اللي اشتغلت معايا بعد ما تخلص هينزل ليكم، هتكلم باشمهندس بحيث ان هو ينزل ليكم فورمين، فورم منهم الناس هتسلم الشغل اللي هي عملته، وده هيعتبر بونص، وده هيعتبر بونص للناس، ده هيعتبر بونص للناس. والفورم التانية هينزل فيها التاسك، يبقى فورم الناس هتسلم فيها الشغل اللي هي عملته ده، تمام، والفورم التانية اللي هو التاسك. بالنسبة للفورم بتاعت البونص دي هتنزل وهتتقفل على الساعة 9، يعني خلي الباشمهندس يفتحها لكم 3 ساعات. محتاج اشوف الناس اللي اشتغلت معايا النهاردة اشتغلت وصلت لايه. تمام، كده كده هيكون مطلوب تاسك منكم. تمام. عندي بعد كده في 4 دوال هدرسهم، دالة الاف ودالة اف العادية واف المركبة والصم اف والكاونت اف. اول حاجة دالة اف، اف العادية عايز اقول له انا مثلا لو اتحقق الشرط ده عندي فهو يكتب لي مثلا كلمة ناجح، لو ما حصلش يديني راسب. ازاي اعملها؟ اعمل يساوي اف واروح افتح القوس واكتب له اللوجيكال تيست. ايه معنى اللوجيكال تيست؟ يعني الشرط الاساسي اللي عندي. اقول له والله بس الشرط الاساسي دايما في دالة الاف العادية واف المركبة بشتغل على اول خلية عندي فيها رقم. اقول له والله لو الخلية دي 3 اكبر مثلا من كام، بس اخلي بالي من باقي الخلايا. انا عايز اعملها ازاي؟ لو اكبر من كام يديني ناجح، ولو اقل منها طيب يديني كام؟ يديني راسب. لا خليني شغال اكبر. اقول له لو الارقام اللي عندي دي كلها اكبر مثلا من 50، بعد كده جاي لي حاجة اسمها الـ value if true، الـ value if false، معناها لو الشرط ده حصل هيديك ايه، طب لو الشرط ده ما حصلش هيديني ايه. لو الشرط ده حصل هقول له الخلية دي تكون اكبر من 50. طب اشمعنى 50؟ انا بصيت على الخلايا كلها، لان انا الدالة دي هطبقها على كل الخلايا اللي موجودة عندي. حلو كده. هقول له لو الشرط ده حصل اكتب لي كلمة ناجح، ولازم احطها داخل علامتين تنصيص. طيب لو ما حصلش اديني راسب. ودوس انتر. قال لي ناجح ليه؟ لان 90 اكبر من كام؟ اكبر من 50. طيب لو جيت طبقت الدالة دي على باقي الخلايا اهو، ده ليه راسب؟ لان هو اقل من كام؟ اقل من 50. وهنا ليه راسب؟ برضو لان انا ما قلتلوش يساوي 50، يبقى 45 و50 الاتنين راسب. عملتها تاني ازاي؟ دوست يساوي اف
حلو. هنا اللوجيكال تيست الشرط الاساسي، هنا لو الشرط ده حصل هيديني ايه؟ طب لو الشرط ما حصلش هيديني ايه من فاليو اف فولس؟ دي هنعرف ازاي نستعمل الدوال. انا حاليا كل ده بستعمل الدوال يدوي، هنعرف ازاي نستعمله بعد كده، يعني بمجرد ما اكتب بس الشروط تطلع معايا الدالة. دي طريقة اسهل، بس يعني ياريت يفضل الناس ما تعتمدش على الطريقة دي. كل ما اشتغل الحاجة بايدي يبقى افضل. قلت يساوي اف، اقول له لو والله يعني لو الشرط ده حصل عندي، لو الشرط ده حصل هيديني ايه، لو الشرط ده ما حصلش هيديني ايه. وزي ما قلنا دايما بشتغل على اول خلية عندي، هقول له لو الخلية الاولانية دي كانت اكبر من 50 كده انا كتبت الشرط بتاع الدالة. طب لو الشرط ده حصل هيديني ايه؟ هيديني ناجح. طيب لو الشرط ده ما حصلش ولازم احطها داخل علامتين تنصيص، لو ما حصلش هيديني فاسد، واروح اقفل القوس واروح اطبقها على باقي الخلايا. هنا 45 ليه راسب؟ علشان هو اقل من 50. طيب الخمسين مش اكبر من 50، لا الخمسين هتساوي 50. انا جايل له الاكبر من 50 ناجح، الاقل من 50 راسب. وصلت للناس ولا لا؟ عشان لو دي اتفهمت الدوال الجاية كلها هتتفهم. في مشكلة فيها؟ دالة اف من اسمها اف الشرطية، في شرط معين عايز احقق الشرط ده، احققه ازاي؟ عن طريق الدالة دي. تمام. تمام، هنعيدها تاني. هنعيد الدالة تاني مع بعض. دالة اف، دالة اف دي دالة شرطية، لازم يكون عندي شرط علشان استعمل دالة الاف. هقول له انا والله لو الشرط ده حصل، ايا كان الشرط اللي انا بحطه، مش لازم نفس اللي انا عامله اكبر من، لا على حسب ما انت عايز. هقول له لو الشرط ده حصل هيديني ايه؟ طيب لو الشرط ده ما حصلش هيديني ايه؟ فلازم اكتب له القيمة لو القيمة دي طلعت صح، واكتب له القيمة اذا كانت القيمة دي طلعت غلط. فبعمل الكلام ده ازاي؟ بعمل يساوي اف وافتح القوس، بعد كده بكتب اللوجيكال تيست اللي هو الشرط بتاع الدالة. هقول له لو الخلية دي اكبر من 50، اروح اعمل فاصلة، لو الشرط ده حصل هيكتب لي كلمة ناجح، اعمل فاصلة. طيب لو الشرط ده ما حصلش اكتب لي راسب، ودوس انتر. يبقى انا بكتب له شرط، وبكتب له لو الشرط اللي عندي ده حصل، ولو ما حصلش هيديني ايه. النتيجة اللي هتحصل عندي لو الشرط ده حصل، والنتيجة اللي هتحصل عندي لو الشرط ده ما حصلش. ايه، اتفهمت كده ولا لسه برضو؟ فهمت؟ طيب اللي مفهمهاش يفهمها معايا اكتر في الاف المركبة. الناس تركز معايا في اف المركبة، هي اف اللي انا هستعملها. اعمل يساوي
F واروح افتح القوس تمام، وبرضو زي ما عملت في F العادية هعمل الشرط اللي عندي، بس المرة دي عايز انا عايز اعمل تقدير، مثلا اقول له والله لو انت اكبر من 85 فانا كده كتبت اول شرط عندي. F المركبة بكتب له كذا شرط، حلو كده، وبكتب له النتيجة لو الشرط ده حصل، لكن ما اكتب لهوش لو ما حصلش. تاني بكتب له F وبعد كده بعمل الشرط بتاعي وبقول له والله لو الخلية دي اكبر من 85 فاكتب له او ادي له امتياز. طيب كده انا خلصت من F الاولانية، نفس اللي عملته في F الاولانية هعمله في التانية، هقول له F وافتح القوس، هقول له برضو هشتغل على الخلية الاولانية، هقول له لو الخلية دي أكبر من 75 يبقى هديله جيد جدا، هعمل له F التالتة أهي وأروح أفتح القوس. طيب هلاحظ إن الخلية اختفت عندي، خلاص أنا كده كده بشتغل على الخلية الأولانية فأكتبها كتابة مش شرط. أدي دي تلاتة، لو أكبر من 65 فهو جيد. طيب هعمل F تانية، هقول له F الخلية عندي دي 3 الأقل منه الأكبر من شيفت زين وشيفت واو تمام، أقل من 65 فهو مقبول. طيب الناس تلاحظ أنا عامل كام إف عندي، أدي 1 2 3 4، لما أجي أقفل بقفل عدد الأقواس اللي بقفل بيها على كد عدد الإفات اللي عندي. أنا عندي كام إف؟ 1 2 3 4، يبقى هقفل بأربع أقواس 2 3 4 وأدوس إنتر. لما أجي أسحب لتحت شايفين اللي حصل هنا ليه مديني فولس؟ إن هو هنا 65، أنا ما قلتلوش لما يساوي 65 هيديني إيه. لو خليناها مثلا 64 فاداني مقبول. نيجي نعملها تاني وهنعمل F العادية تاني، قلنا F العادية بكتب شرط الدالة وبقول له لو الشرط ده حصل ولو ما حصلش، اما المركبة لو الشرط ده حصل بس على كده تمام. حاضر، اقول له يساوي F، وقلنا اللوجيكال تيست بشتغل على اول خلية عندي، هقول له لو الخلية دي اكبر من 50 فكده انا كتبت له شرط، فلو الشرط ده حصل هيقبل الشخص ده ناجح. طيب لو الشرط ده ما حصلش يقبل الشخص ده راسب، واروح اقفل القوس وادوس انتر، ولازم استعمل علامتين التنصيص والفصلة منساش، وادوس انتر واجي اسحبها لتحت. هنا راسب وراسب ليه؟ لان هو يساوي 50 وهنا اقل من 50. طيب اما اف المركبة احنا قلنا بنعمل كذا اف وبكتب له شرط الدالة ولو الشرط ده حصل، ما اكتب لهوش لو الشرط ده ما حصلش، لا لو الشرط اللي عندي ده حصل يبقى يساوي F الشرط بتاع الدالة، مثلا الخلية دي اكبر من 85، لو اكبر من 85 فهو
تديله امتياز. طيب هعمل اف التانية، انا كده خلاص انا قلت له لو الشرط اللي عندي ده حصل يبقى هو امتياز. طيب هقول له اف برضو نفس الخلية، لو الخلية دي تمام اكبر من 75 يبقى هو ايه؟ جيد جدا. انا بكتب الشرط وبقوله لو الشرط ده حصل. جيد جدا. هعمل اف تالتة، هقول له الخلية اللي عندي اختفت فهكتبها يدوي، هقول له لو الخلية اللي عندي دي اكبر من دي تلاتة اكبر من 65 فاكتب لي عندك ان هو جايب جيد. طيب اف الرابعة برضو دي تلاتة اكبر من، المرة دي اقل من 65 فهو مقبول. واروح اقفل بكام قوس؟ هقفل على حسب عدد الافات اللي عندي، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، يبقى اقفل باربع قوس. عندي مشكلة، كلمة امتياز هنا، شايفين اللي حصل معايا؟ انا ما عملتش علامتين تنصيص عند كلمة امتياز، فمنساش ان انا اعمل علامتين تنصيص. هو شيفت طه عشان تعمل معايا علامة التنصيص الواحدة اللي نسيتها بوظت لي المعادلة كلها. الناس تركز في كل حاجة. فأول حاجة قلت له لو الشرط ده حصل هيديني ايه؟ بعد كده ادخل على الاف التانية فهقول لو الشرط ده حصل، هدخل على اف التالتة هقول لو الشرط ده حصل، هدخل على اف الرابعة هقول لو الشرط ده حصل هيديني ايه؟ وبقفل الاقواس على عدد الافات اللي عندي واروح ادوس انتر. تمام، اللي جايب 90 فهو بالفعل محقق شرط الامتياز، والجيد جدا والجيد لانه اكبر من 85. لا بص، هو في لو جينا بصينا على الدالة هنا برضو، يعني الاكسل ذكي، انا قلت له اكبر من كام؟ من 85 فهو امتياز، يبقى اللي جايب اكبر من 85 فهو امتياز. طيب 75 بقى، اللي جايب اكبر من 75 معنى كده ان هو لو راح اكبر من 85 يبقى هو جيد جدا؟ لا، ما انا قايل له ان الشرط اصلا ان هو اكبر من طالما عدى ال 85 فهو امتياز. طالما عدى ال 85 يعني من 75 لحد 84 او لحد 85 فهو جيد جدا، هيجي يعدي ال 85 فهو كده في الامتياز. ايوه اكبر فقط مش يساوي، اكبر مش يساوي. انا في الدالة قايل له طالما هو وصل، طالما هو عدى ال 85 فهو امتياز. طيب من 75 لحد قبل 85 جيد جدا، وهكذا في الباقي برضو مفيش مشكلة، عادي ممكن نعمل اكبر منها ويساوي، مفيش اي مشكلة، ممكن نعمل اكبر منها ويساوي. فطالما انا اعمل له الشرط اللي عندي، الشرط اللي قبله كام؟ اكبر من 85.
طب الشرط اللي بعده خمسة أكبر من 75، معنى كده إن هو لو وصل لحد 85 وعدى 85 يبقى برضه جايب أو محقق شرط جيد جدا. لا، طالما عدى 85 اللي هو الشرط الأولاني اللي أنا عامله، فهو كده دخل في شرط الامتياز. بالظبط بالظبط. طيب من 85 لحد مثلا 75 جيد، هيعدي ال 75 فهو كده دخل في شرط الجيد جدا، وهكذا الباقي. لا، 85 جيد جدا. ليه؟ لان 85 اصلا مش اكبر من، انا جاي له لو اكبر من ال 85 فهو امتياز، لكن لو يساوي ال 85 فهو مش امتياز. ممكن اعملها عادي في الدالة، ممكن اعملها اكبر من او يساوي، مفيش اي مشكلة، اعملها اكبر من او يساوي. تمام. بالظبط كده يا هندسة، اكبر من او يساوي عادي مفيش اي مشكلة. انا لو عايز اللي جايب 85 نفسه يبقى امتياز، فكده في الحالة دي هضطر اخليها اكبر من او يساوي ال 85، يبقى اللي جايب 85 وطالع فهو امتياز. تمام. لو عايز اقفل التقدير مع الراسب، ازاي اقفل التقدير مع الراسب؟ توضيح اكتر معلش. لا، ما انا محددتش، انا قلت لو اقل من 65 فهو مقبول بس، لكن ما حددتش ان هو مثلا لو هو يساوي 85 او اقل من 85 فهو ضعيف. فانا دي كلها شروط للدالة انا بكتبها. انا عامل اصلا، يعني انا جايل له اصلا اقل من 65 فهو مقبول، يبقى اي حد اقل من 65 فهو مقبول. انا ممكن اقول له مثلا أقل من 50 فهو راسب أو ضعيف، فأنا اللي بحدد الشرط زي ما أنا عايز. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. في حد كان حابب يسأل سؤال تقريبا، أو حد كان رافع إيده؟ طيب، تمام. عندي اخر دالتين هاخدهم النهارده، مش هزود على الناس اكتر من كده. السم اف والكاونت اف، هنبتدي باسهلهم اللي هي الكاونت اف، ولا خلينا في السم اف، خلينا في السم اف. حلو كده. معنى السم اف معناها ان انا عايز اجيب مجموع لناس معينه لشيء معين عندي. معنى كده ايه؟ معناها ان انا عايز اجمع مجموع الناس اللي جايبه مقبول. كم واحد عندي جايب مقبول؟ ادي 1 2 3 4 5. عايز اجمع مجموع الناس اللي جايبه مقبول بس. اعملها ازاي دي؟ اعملها عن طريق داله اسمها السم اف. بعمل يساوي، الله يسلمك يا هندسة حبيبي. يساوي sum if، وراح افتح القوس فبيقول لي حاجة range. معنى الرينج معناها المدى اللي انا عايز ادور جواه. معناها انا عايز ادور جوه ايه؟ جوه الجزء ده اللي فيه الامتياز وجيد جدا وجيد والكلام ده، حد امتياز في الاخر. كريتيريا بقى، انا عايز اجمع مجموع الناس اللي جايبه ايه؟ اللي جايبه مقبول، فاحط له كلمه مقبول ما بين علامتين تنصيص. طيب، واعمل فصله. بعد كده جاي لي الصم رينج، مدى المجموع.
دلوقتي انا اقدر اجمع مجموع حاجة من غير ما يكون عندي ارقام، فلازم احدد له المدى بتاع المجموع اللي هو ده اهو، واروح اقفل القوس وادوس انتر. عمل لي ايه هنا؟ جمع لي مجموع الناس اللي جايبة مقبول 64 55 45 50 و60 50 و60 110 110 و55 165 165 و45 كام؟ 210 و74 وبقى كده 274. ادي مجموع الناس اللي جايبة. بعمل ايه فيها في الصنف؟ بحسب مجموع لشيء معين، المجموع لشيء معين او لكريتيريا معينة عندي او لجزء معين عندي عايز اجيب مجموع. انا ممكن برضو احسب للناس اللي جايبة اللي هي مثلا ناجحة، فانا عايز اجيب مجموع الناس اللي ناجحة عندي برضو. ده كله بعمله عن طريق الصم اف. يبقى قلنا صم اف، اول حاجة الرينج، بحدد المدى اللي انا بدور فيه. انا عايز اجيب مجموع مين بالظبط؟ انا عايز اجيب مجموع الناس اللي جايبة مقبول. انا عندي حوالي 1 2 3 4 5 جايبين مقبول، عايز اجمع المجموع الكلي بتاعهم، واروح بحدد المدى بتاعهم اهو، واروح بعد كده اعمل فصلة وهقول له انا عايز اجمع الناس اللي جايبة مقبول، ولازم احطها ما بين علامتين تنصيص. ده اللي هو الكريتيريا اللي عندي. بعد كده اروح اعمل الصم رينج، مدى المجموع. اروح احدد المجموع اللي عندي الكلي، المجموع كله، واروح اقفل القوس وادوس انتر. فكده جمع لي كل الناس اللي جايبة مقبول. انا ادي 1 2 3 4 5 وجمع المجموع الكلي بتاعها. الكاونت اف زيها، بس بدل ما يجمع لي المجموع انا عايز اعرف كم واحد عندي جايب مقبول. اعمل يساوي كاونت اف وافتح القوس، وبرضو بحدد له الكريتيريا او الرينج اللي انا بدور فيه. انا بحدد له الرينج اللي انا بدور فيه، المدى اللي انا بدور فيه. هقول له انا عايز اعد الناس اللي جايبة مين؟ اللي جايبة مقبول. انا عايز اعرف كم واحد جايب مقبول. قال لي 5. قال لي عندك 5 جايبين مقبول. ادي بالفعل، ادي 1 2 3 4 5. ادي تاني صم اف، اروح افتح القوس. اول حاجة بحدد له المدى اللي انا بدور فيه، انا عايز اجيب مجموع الناس اللي جايبة مقبول. حددت له المدى، واروح اعمل فصلة، هقول له ان انا عايز اجيب مجموع الناس اللي جايبة مقبول، فبكتب له الشرط اللي عندي واعمل فصلة، وبعد كده بحدد الصم رينج، مدى المجموع، واروح اقفل القوس ادوس انتر، فجمع لي مجموع الناس اللي جايبه مقبول. الكاونت اف اف انا عايز اعرف كم واحد عندي جايب مقبول. اول حاجه بحدد الرينج اللي انا بدور فيه، وبعد كده بقول له الكريتيريا، بقول له انا عايز اعرف كم واحد جايب ايه، مثلا جايب جيد، جايب جيد جدا، مقبول. عايز اعدل له حاجه معينه، عايز اعرف عندي كم واحد جايب مقبول اهو، ودوس انتر. قال لي 5 عندك جايبين مقبول. هو قال لي 5 عندك جايبين مقبول. طيب، في حد سأل على داله الدي والمانس والير؟ انا عندي اهو تاريخ، حلو كده. هنا انا عندي
المانس اللي هو الشهر كام، انا عندي شهر 2. الشهر المشكلة في الاكسل، الشهر بيكون في الاول وبعد كده اليوم وبعد كده السنة، تمام. الشهر عندي شهر كام؟ 2. عايز اجيبها عن طريق دالة، هجيبها عن طريق دالة المانس. طيب يوم، انا عندي اليوم كام؟ 16، برضو هجيبها عن طريق دالة الداي. طيب السنة، سنة 2021، برضو هجيبها عن طريق دالة اسمها دالة الير. فهي يعني هي دوال يعتبر انا مش بستعملها، كده كده انا عارف اصلا فين اليوم وفين الشهر وفين السنة، بس لو جينا استعملناها قلنا يساوي الداي، وافتح القوس واروح احدد له السيريال نمبر، التاريخ اللي عندي، واقفل القوس وادوس انتر. قال لي اليوم اللي عندك كام؟ 16. طيب لو الشهر، عايز اعرف الشهر اللي عندي، الكلام قال لي الشهر 2. طيب السنة يساوي الير، وافتح القوس واروح احدد السيريال نمبر، انا اسف، بحدد الخلية اللي فيها التاريخ، وراح اقفل القوس وادوس انتر. قال لي انت عندك السنة 2021. يبقى كده احنا خدنا النهاردة دالة الصم والافريج والماكس والمين واللارج والسمول والكاونت، كاونت ايه والكاونت بلانك والراوند والراوند اب والراوند داون والدي والمانس والير والتكست والليفت والرايت والميدل والمود والاف العادية والمركبة وسام اف وكاونت اف. كام دالة عندي؟ اربعة وعشرين دالة. الناس تركز عليهم. من اهم الدوال عندي في الاكسل، بإذن الله بإذن الله المحاضرة الجاية هنصمم مع بعض جدول حضور وانصراف من الألف للياء. يبقى اللي هنعمله المحاضرة الجاية، هنصمم جدول حضور وانصراف من الألف للياء. والحاجة التانية هناخد الماكرو، هناخد الماكرو في الإكسل، تمام. ولو في وقت معانا هنكمل باقي المعادلات. عندي 24 معادلة، تمام تمام حاضر. بالنسبة اف المركبة صحيح، تمام. يبقى كده احنا بإذن الله المحاضرة الجاية، عشان الناس تكون عندها علم، هنصمم مع بعض جدول حضور وانصراف بالتفصيل الممل من الألف للياء، وهنستعمل الماكرو، تمام. والحاجة التالتة هناخد دالة الفي لوك اب ودالة الاتش لوك اب، وهنعرف يعني ايه في حاجة اسمها الداتا فاليديشن، اعرف يعني ايه داتا فاليديشن. ده كله ان شاء الله هناخدها في المحاضرة الجاية بإذن الله، تمام. تاني اللي هو موضوع التبدير. ليه في حد سأل على التبدير؟ حاضر، اللي هرفع لكم الملف ده، هرفع لكم الملف ده، حاضر، تمام، برضو عشان ايه يترفع كامل. سم اف مجموع الخلايا عند البحث عن شيء معين. ممكن هنا اخليها حاجه اسمها الراب، مش مشكله. هنا
عدد الخلايا عند البحث عن شيء معين تمام تمام لا بالنسبة للتكست عادي مش شرط أي صيغة للتاريخ أي صيغة للتاريخ اللي عندي ما فيش أي مشكلة بيحدد لي منها اليوم بيحدد لي منها اليوم تمام في حد سأل على اف المركبة نشرحها تاني اهو تمام قلت يساوي اف اف المركبة انا عندي كذا شرط للدالة انا عندي كذا شرط للدالة تمام فانا هقول له والله انا هشتغل على الخلية الاولانية لو الخلية دي اكبر من 85 فانا هديله تقدير ايه امتياز كده انا خلصت من اف كده اول اف خلصت منيها بمجرد ما احط اف تانية فدي اسمها اف المركبة طيب اف العادية كنا بنعمل فيها ايه كنت بعمل له الشرط بتاع الدالة واقول له لو الشرط ده حصل هيديني ايه ولو الشرط ده ما حصلش هيديني ايه تمام حلو اما المركبة هقول له لو الشرط اللي عندي ده حصل هيديني ايه فانا قلت له لو الخلية دي اكبر من 85 فهو يديني امتياز حلو خالص طيب لو هقول له بعد كده اف التانية نفس الخلية اكبر من 75 فيديني ايه جيد جدا طيب اف التالتة هقول له مثلا لو الخلية دي برضو اكبر من 65 فهو هيبقى مثلا تقديره جيد تقديره جيد طيب اف الاخيرة او الرابعة لو الخلية دي اللي عندي أقل من 65 فديله مقبول وزي ما قلنا لما باجي أقفل القوس بشوف عندي كم اف 2 3 4 يبقى بقفل بأربع قوس فاداني كده امتياز أهو لو جيت أسحب إيه اللي حصل؟ داني اللي عندي أكبر من أو يساوي عادي يعني مثلا هنا لو قلنا أكبر من لو أنا كتبت كده يساوي دوست إنتر فإيه اللي حصل؟ هل الشرط ده صح؟ أنا عايز أقول له أكبر من أو يساوي أكبر من هي بتتعمل من رمز من رمز من الكيبورد بس أنا مش فاكره حاليا للأسف عادي أكبر من دوست يساوي لو دوست انتر لسه برضه 85 زي ما هي
طيب انا هحاول اعرفها لك هندسة، وهبعت لك الاكبر منها ويساوي تعمل ازاي. حد عنده فكرة من الناس الموجودة اكبر منها وتساوي تعمل ازاي؟ الطريقة اللي كنت بعملها بيها ان انا بعمل الاكبر من واكتب جنبيها اللي يساوي. طب ما هو ده اللي انا بعمله دلوقتي، اكبر من وبعد كده اعمل يساوي، بعد كده مثلا اصغر من او يساوي. ممكن لا فعلا بالحرف فعلا يحتاج تطبق الدالة تاني من الاول. تمام احنا خلينا حاليا ماشيين. طب انا لو عملت كده اكبر من واصغر من، رحت دست مثلا انتر، ما هي هي. هنحاول نعملها تاني ان شاء الله المحاضرة الجاية. كده كده يعني كل المعادلات اللي احنا خدناهم هنعيد عليهم تاني، كل المعادلات اللي احنا خدناهم هنعيد عليهم تاني عشان الناس يكون عندها علم. الحاجة الوحيدة اللي هي بتتنسي المعادلات. تمام هاجي اسحب. قلت هنا أكبر من، أكبر من أو يساوي. تمام ودست إنتر، رحت بالظبط سحبت، أعملها الامتياز. يبقى فعلا زي ما احنا عاملين، أدي أكبر من ناس. لو تلاحظ معايا أنا كتبت أكبر من وجنبها يساوي، حلو كده، ورحت دست إنتر. لازم خلاص انا عملت الدالة، اعتبر انا عدلت في الدالة، عدلت في الدالة الاولانية، فهي مش هتعمل لوحديها، لازم اسحب علشان الدالة تتطبق معايا على الباقي. اهي 85 ادهاني امتياز بالفعل. بالظبط، ما الفرشة طريقة برضو تاني بالظبط هندسة. تمام باشمهندس أحمد حسام، أنا كده خلصت محاضرة النهاردة. قبل ما أنهي، في حد عنده أي سؤال بخصوص محاضرة النهاردة؟ حد عنده أي سؤال؟ اف المركبة برضو. تمام عشان نعملها تاني، اف المركبة قلنا يساوي اف العادية، هي اف المركبة، بس في اف المركبة بعمل كذا اف، بعمل كذا اف عندي. وإف العادية بقول له لو الشرط ده حصل ولو الشرط ده ما حصلش. أما المركبة لو الشرط اللي عندي ده حصل يبقى يساوي إف، وأروح أفتح القوس اللوجيكال تيست بحدد له شرط الدالة. هشتغل على الخلية الأولانية، هقول له لو أكبر من 85 فهو ناجح. كده أنا خلصت من إف الأولانية. نفس اللي انا عملته في اف الاولانيه هعمله في اف الثانيه اهي. وعلى فكره مش لازم اعمل مثلا 4 اف او 3، على حسب ما انا شغال ممكن اعمل 2 3 4. تمام بعد كده هقول له اف مثلا الخلي اكبر من 75 فهو، احنا قلنا هنا امتياز، هنا امتياز، هنا جيد جدا. يبقى انا بعمل ايه؟
انا بعمل له الشرط، بقول له لو الشرط اللي عندي ده حصل هيديني ايه اهو. بعد كده اف التانية، لو الشرط ده حصل هيديني ايه. بعد كده ادخل على اف التالتة. انا كل ده بشتغل على اول خلية عندي علشان اطبقها على باقي الخلايا اللي عندي. هقول له لو الخلية دي اكبر من 65 فهو هياخد جيد. طيب بعد كده اف الرابعة، هقول له لو نفس الخلية دي برضو اقل من 65 فانا هديله مقبول. ولما اجي بقفل، بقفل على عدد الافات اللي عندي. انا عندي كام اف؟ ادي 1 2 3 4. عندي اف بتاعت الامتياز، واف بتاعت جيد جدا، واف بتاعت جيد، واف بتاعت مقبول. يبقى هقفل باربع اقواس وادوس انتر. اجي اطبق الدالة اللي عندي على الباقي اهي. ما هو من 75 لحد 85 جيد جدا. فوق ال 85 بقى كل اللي جايب 85 وواحد من 10 امتياز وطالع. من 65 لحد 75 جيد. من 65 ل 75 جيد. اقل من 65 بقى فهو جايب مقبول. ناس ما تقلقش، بالنسبة للإف العادية والمركبة والصم إف والكاونت إف هنعيد عليهم تاني المحاضرة الجاية. يعني متحدد بتحديد إف خح. يعني جيد جدا 75 أكبر من، إحنا قلنا جيد جدا أكبر من 75، معناها بداية من 75 وواحد من عشرة لحد 85، يعني حتى ال 85 جيد جدا. عدى ال 85 هيبتدي بقى في الامتياز. تمام؟ وصلت؟ تمام. اللي هنعمله المحاضرة الجاية زي ما قلنا هنشرح المعادلات دي ثاني سريعا. احنا شرحناها بالتفصيل النهاردة، المرة الجاية نشرحها، هنشرحها برضو ومش هنستعجل فيها. وهناخد هنصمم مع بعض كشف حضور وانصراف بالتفصيل، وهناخد مع بعض الماكرو، ولو فضل وقت هناخد دالة الفي لوك اب والاتش لوك اب. الفي لوك اب هي دالة خاصة بالبحث، بس خاصة بالبحث ايه؟ عن طريق حاجة اسمها فيرتيكال اللي هو البحث الرأسي، تبحث في الأعمدة. طب لو عايز اعمل بحث هوريزنتال افقي هتبحث لي بالصفوف، فهي اتش لوك اب. هنعرف الفرق ما بين الفي لوك اب والاتش لوك اب المحاضره الجايه ان شاء الله. في حد عنده سؤال؟ في حد كان رافع ايده؟ تمام. قبل ما انهي المحاضره، حد عنده اي سؤال؟ في حاجة في محاضرة النهاردة مش مفهومة؟ هي بالظبط بالظبط الفصلة. يعني عامة في بعض المعادلات يا اما فصلة يا اما فصلة منقوطة. الفصلة يا هندسة من حرف الواو، حرف الواو. طيب فصلة منقوطة حرف الكاف. يبقى لازم اتأكد ابص من تحت الاول اشوف اذا كانت فصلة ولا فصلة منقوطة. تمام؟ يبقى الفصلة من حرف الواو، بس لازم اكون محول لغة الكتاب عربي. انا اسف، لغة الكتاب لازم، مش عربي، انا اسف، لغة الكتاب انجليزي. لغة الكتابة نفسها، لغة الكيبورد اللي أنا بكتب بيها لازم تكون إنجليزي. بعد كده بروح على الكيبورد أدوس على حرف الواو هيديني الفصلة. طيب الفصلة المنقوطة حرف الكاف، فصلة منقوطة حرف الكاف.
تمام. بالظبط، لو عربي هستعمل شيفت، لكن لو انا الكيبورد عندي انجليزي فاروح ادوس حرف الواو، ادوس حرف الواو هيديني يا الله هيديني فاصلة، واروح على حرف الكاف هيديني الفاصلة المنقوطة. طيب لو كاتب مثلا عربي شيفت واو شيفت كاف، دايس على ال N وال V، مش فاهم. السؤال رقم 14 اللي هو ايه هندسة؟ السؤال رقم 14 في تاسك واحد اللي هو ايه؟ معلش فكرني بيه. سؤال 14، تمام. طيب اولا احنا قلنا ازاي نسمي الخلية، انا بس عايزك تكتب لي الطريقة. انا على الخلية وتسمية الخلية بسميها بايه؟ بالعمود والصف. يعني هنا واقف في العمود ال والصف كام؟ 6. هلاقي الاتنين مظللين يبقى ال 6، دي كده التسمية. التعليق كنا بنعمله من قائمة ايه؟ من قائمة ريفيو، من قائمة ريفيو، وادوس على حاجة اسمها نيو كومنت. انا عايزك بس تكتب لي ازاي بتعمل تعليق، مش لازم تعملها لي على حاجة معينة. ازاي بعمل تعليق على خلية؟ ان انا اول حاجة بروح على قائمة ريفيو، وبعد كده بختار نيو كومنت، وبكتب هنا التعليق اللي انا عايزه، بس كده. هذا التعليق. وصلت الهندسة؟ تمام تمام باشمهندس احمد، انا خلصت كده محاضرة النهاردة، فحضرتك ممكن تنزل رابط الحضور للناس. ممكن اعمل قطع على كامل الورقة. هندسة، اتفضل يا هندسة. هو اللينك التاني اللي انت كنت طلبته ده ايه المطلوب فيه علشان اعرف انفذه؟ المطلوب بس اللي هو انا عايز اعرف الناس اللي طبقت ورايا النهاردة، اللي اشتغلت معايا. الناس اللي اشتغلت يعني هيحملوا شيت زي ده بالظبط، ولا حضرتك هترفض فيه ملف؟ لا، هم هيحملوا الشيت اللي هم هنشتغلوا عليه خلال المحاضرة. اللي اشتغلوا عليه اثناء المحاضرة. طيب اللينك ده انا هحطه في البوست المثبت، بحيث تمام. ان الناس مش تتلخبط ما بين لينك الحضور واللينك التاني. تمام، مفيش مشكلة، بس هو بس هيكون بونص يعني للناس. تمام، انا هحطه في البوست المثبت يا جماعة اللي موجود في الفيسبوك، وهبعته كمان في الجروب يعني دلوقتي ان شاء الله. طيب في حد سأل بالنسبة للكارت الشخصي. لما باجي أعمل كارت شخصي على الوورد، عايز تعمله قطع على كامل الورق. والله أنا مجربتش هندسة قبل كده أعمله، تمام. فسيبنا للمحاضرة الجاية إن شاء الله، وهجيب لك الطريقة إزاي. تمام، بس هو تقريبا يعني أنت أصلا لما بتيجي تعمل الحالة دي ممكن تعملها في حالة واحدة بس، لو أنت بتستعمل فوتوشوب. أنا استعملت الفوتوشوب، كنت عادي بقطعه قطع وحطهم عادي قصاد بعض، لكن في الوورد لان انت بتشتغل على ابعاد الصفحه نفسها في الوورد، تمام. الصفحه نفسها لما تيجي تعملها على مقاس الكارت الشخصي، تمام، فالصفحه نفسها انا ما اقدرش اقسمها لكذا حاجه بعد كده. ممكن اعمل ايه بقى؟ الحل الوحيد اللي ممكن اعمله ان انا بشتغل عادي على الصفحه نفسها، وبعد كده اعمل بوكس. البوكس اللي انا بعمله ده هشتغل عليه كارت شخصي. داخل البوكس ده هبتدي اظبط اشكال واعمل تنسيقات،
وهكذا بقى اروح انسخ البوكس دي كذا نسخه مني على الورقه. ان شاء الله احاول اوصل لك لطريقه افضل من كده واشرحها لك مع بدايه المحاضره الجايه ان شاء الله. تمام. هي لو كانت على الفوتوشوب هتكون اسهل طبعا بكتير، بس عشان اكون صريح معاك انا ما جربتهاش قبل كده. انا جربتها على الفوتوشوب كتير فعلا، لكن على الوورد ما جربتهاش قبل كده. انا عملت كروت شخصيه على الوورد واتطبعت عادي معايا. الناس حاول تلتزم بالابعاد، تلتزم بالمقاسات بتاعه التصميمات، ومش لازم اشتغل فوتوشوب على فكره. انا عايز اقول لكم ان انا صممت شهاده تقدير على الوورد وطبعتها عادي وطبعت معايا وبشكل افضل بكتير من الفوتوشوب. فالوورد ممكن يطلع لي شغل احسن بكتير من الفوتوشوب، فاللي عايز يشتغل تسهيلا عليه يشتغل على الوورد وهيطلع لك بنفس الشغل على فكره، مش اي مشكله.